عسلامة. عسلامة. لبس عليك. الحمد لله. شو تعمل في حياتك؟ في حياتي نعمل في حياتي في الضاء، لا نخدم لا نقرا. ما كملتش قريت، وصلت الابتدائي ما كملتش قريت. متزوجة ولا؟ لا. مع الدار. مع الدار. عندك مشكلة صغيرة في الدار. نقول لك أنا كنت قبل بابا كان حي، كان بابا على روسنا. كيف مات بابا الدنيا شنو تبدلت؟ أنا كنت مرضت بعصابي. الله يرحمه. أي الله يرحمه. مرضت بعصابي ونداوي عند دكتور تنزف، ساعات نمشي للسبيطار، ساعات يعطيوك الدوية تلزمك تشم بالفلوس وما عندكش أنت باش تشم. نولي أنا نبطل توا أنا مريض. من بعد فكر من بعد بابا عندي 15 سنة ولا 16 سنة، ومن بعد جاتني ظروف هذه الكل، معناها ما عنديش فلوس، مريضة، نمرض بحاجة، عملت عملية، العباد عاونت. أما شنو 180 دينار ناخذهم ما تعمل لي شيء. معناها مش كريم صحيح دار ورثي. أما لكن ظروفنا أكثر من كانت تقبل، مش كما كان بابا. كي كان بابا كان بابا. قداش عندهم اللي توفى الوالد؟ بابا عنده توا تقريبا 19 سنة. توفى، أنا توا تعرف قداش عمري 60 أنا توا. ما يظهرش عليك هو. توا توا، أختي خاطري أنا أختي توامة. أنا أختي كهو توامة فهمتني؟ لكن اليوم ياك تمشي بحد أختي تقعد غادي فهمتني؟ وأنا على الماها وكنقعد هنا، كان جا ماء برشا ماء نمشي بحد أختي، ما جاش هاني في أنا سنس خاطب دارنا. ونحب نمشي حتى بلا. شنو حكاية الماء؟ حكاية الماء عندنا بير، احنا ودار عمي ما بعضنا. عندنا البير، البير يخرج في الماء. تو دار عمي عندهم فلوس ينجم يقدوا، هذاك رجع علينا احنا. ما خاطر البير مشكل الماجن. الماجن ما يخرجش. ما جاركم بحدا بعضها؟ اه لا هي دار واحدة، أما كي صارت مشاكل هذه نقطة فرضاوي. أمي ما زالت حية كل شيء. هذا المشكل عضة اللي احنا ما عندناش معناها باش نقدوا. يا أخي يحبك برشا فلوس باش تقد. تكلم تقول شيء يقولوا لي 4 سنين ما وصلت عملت حتى شيء وانا نجري حتى مريضه وانا نجري هاي تعرفني صاحبتي بالقدا بالقدا وكانت تجي توا صوروا الدار ما عملوا شيء فما شكون حشك لي يكذب وانا فقت بهم توا انت 4 سنين تنجم تعمل شنو احنا في القايمه احنا الاولاني وما عملنا حتى شيء امي مره كبيره عندها زاد امراض تداوي عليهم امي بون ما عندهاش السكر ما عندها الدم تداوي عليه معنى ربي يشفيه عايز اختي اللي هي بها انا اختك مش متزوجه ولا متزوجه؟ ايه معرسه اختي اللي هي بينا اختك التوامه توأم توأم اما تسكن في باردو تسكن في باردو دو كيريا اما شنو تبقينا انا نلخو فيها 180 ما تقعد حتى شيء قلت لي اختك تعاون فيكم ايه اختي تعاون فينا مش تخدم راهي كانت تخدم وجاتها ظروف معناها بطلت بون شبابي ما عندهاش صغار كيفي انا هي معناها انا وياها توانا هكا هي تعاون فيا باللي قدر الله جايدها هذاك علاش قلت لك هي ظروفي قاسيه برشا هذاك علاش ما خلطتش حتى باش نقول لا فما شكون اللي قال لي باهي فما واحد في قناه الجنوبيه هو بحدنا في ناس سابقه انا على نادي قال لي ناديه كان اللي هذوما قالوا عليكم من قبل راك انت في القائمه الاولانيه قلت له نعم هاني انا بالمكتوب معناها باش نجبد لكم قال لي شوف كيفاش تعمل هاني نجري ومانيش عارفه حد مانيش عارفه لا عارفه ساقيه فين لا راسي فين نمر هذاك المرثين مشيتهم كيفاش عايشين توا بال احنا كيفاش عايشين بال 180 ناكل اختي تعاون فينا فقط عندي كل كارني الابيض انا تو تو خاطر في راس العام يعودوه تو انا بيدي باش نعمل عمليه على شنو؟ طلعت لي ثلاله في المصانع الخشينه قالت لي قالت لي مادامك تو هاك لاباس وكل شيء ما عملها خير حتى كي جاني السكر ضرب لي في الاعصاب نتاع ساقي وتعرف عند شكون نداوي عند دكتور تاني زاتي ما يخو عليا في حتى فرنسا خاطر صح لا خاطر يعرف ظروفي والسبيطار ما نمشيلوش مشيت له مره ما داونيش بالكدا قال لي بطل حتى كي عملت الاوراق هو عمرهم في باردو وانا هني هني ما نجمش خلي ما نجمش وحدك في الدار والله وحدي ساعات اختي تجيني عندي اختك أمك مستقره عند اختك ولا امي لا امي كي تبدا امي تو في الصيف تبدا في الدار كي يقرب هكا الشتاء تمشي بحد اختي خاطر معلمين ومرضت وصار فيها ميم زيد فسر لنا كيفاش حكايه الماء بالضبط حكايه الماء بالضبط عندنا احنا بيه والبير هو اللي يخرج الماء مكتعب البير كي البير كي ما يتسردش بالقدا ما يخرج منه ومنه ما يخرج على الدار اسال امك تو تقول لك البير ديما كيكا ديما كان قبل كان لاباس عليه سدوا عمي كي سدوا ما سدوش بالقدا كي انت تحب تسدوا عمي مات الله يرحمه كي تحب تسدوا سدوا بالقدا بابا وقتها ما عندوش فلوس قال بابا انا كان جا عندي فلوس نرزمو بالقدا ما خليش كي يرجع ها ورجع علينا هذاك رجع لينا موكي ما يتسردش بالقدا يرجع خاصة تعرف قداش عندها دارنا 35 سنة وقت انا ما انا وقتها ما تولدت جملة امي قروية وبابا صاحبي فهمتي شو المكتوب كيفاه انا قاعدين هكاك انا نستناهم مانيش عارف هاني هاني تكلمت
وقلت له قال لي نادي تصبر شويه بركه ندفعوا ساعه معناها قبل ما ندفعوا الدوسيات لما اللجنه تتكلم. ها وقال لي هكايا وانا مانيش عارفه كيفاش باش نعمل. نقعد انا وامي زاد نموتوا في الماء وفوقك هذا توا احنا في ناس سبخه احنا نسكن باب الزيت برا طول العباد عندهم اختي كل شيء سن وقت اللي صارت لنا الماء واحنا ما في بنات العام الاولاني فاضي يحطوا مثلا كلاس سمي ولا خلونا كيكا في الماء وما يهمهمش يغزلوا بن عين الشام واللي طق اختي في الفلفه ما تشوفكش انت اللوطه ما يهمهمش. وشنو هو الحل نتاع مشكل الماء؟ شنو الحل؟ قال لك تمشي تعملوا تحسين مسكن وخاطر قال لك نجم احنا فما تكون جبنا فما تكون ناس عملت لنا جبنا خبي. قال لك لا تنجم تمس الفوقاني تنجم تمس اللوطاني يتيح الفوقاني خاطر الدار قديمه. انت ما حاولتش تخدم خدمه اي خدمه؟ انا ليه؟ انا خاطر بعصابي هاي تعرفني لا نخدم لا شيء. يعني انت تعرف انه صحتك ما تسمحش. شو انا خدمت مره هكا نظفت الديار شهر ولا شهرين قعدت في السبيطار. انا مش متاع خاطر ما قبل ما خدمتش. اختي الحق خدمه تقبل اما انا مش صحي كان نخدم خاطر بني ما يتحملش. صحيح قم الطبابه وعاونت وبلي معناها وقتها كنت تخدم؟ لا ما خدم مش اها بابا معناها كان قبل يخدم الصبابتي خدمت مع بابا في الصبابت. اي قبل كان يخدموا ولادهم ويجي نقول لهم كانت قبل مش كيما توا كانوا قبل يسمعوا والديهم. انا مخدد على الخير ما عند والديا اللي تشوفني نعم في كل شيء حتى من الطبيب كنت نبي. كيفاش توا صحتي مع الدنيا تبدلت عليك؟ تبدلت عليا حتى من صحتي توريت نبدا مريضه وما نظهرش. امي تقول شو تقول لي امي راني حط شيء وعملت قداش مره اكسيدونات ولا هز ولا عمل وانا اسقط في ال 15 وفي 16 وفي ال 19 وفي ال 20 وفي ال 24 طبعا. مع الوضع اللي قاعدين عايشين فيه جات كل شيء مع بعضه. تحكي هاني توا كي نحكي يقول لك واه يا اخي انت الوضع هاي العباد تكون نقول لهم لا العباد كل مش كيف في صحيح توا صحيح اللي في الفلافون حتى كي تزيد الوضع اقل مش كيما واحد تقع في الصفر يقعد في الصفر فهمت هذاك علي انا ما كان على الدار انا توا هاني قلت له قال لي به قال لي نادي هاني معاك اما قال لي حتى اللجنه تتكلم باش ندفع انا الدوسيات وقتها يا عم جاي عامل بعده واحد ما يعرفش على روحه. المهم انت طلبيتك اهم طلبيتك تحسين المسكن. اي تحسين المسكن انا طلباتي تحسين المسكن ما عندي حد شيء المرض هاني نداوي عليه هاني ساعات نمشي للسبيطار فما ناس تعاوني يعطوني فلوس باش والمعيشه عندك معناها الحمد لله. اما شنو انا ناخذ فك المية ثانية باش يعاوني اما شنو تحسين المسكن انا ما نحب ما طالبه شيء لا طالبة فلوس لا طالبة تحسين هما يقول لك هاي العباد هاي ذا ماني نسكت توا انت كي نحكي لك انت تفهم وتعب هاي مالا شنيا ما نفتق مواهبي خذ راحتك هاي فهمتي هذاك قلت لك تحسين مسكن قال شنو نحب ما نحبش هاي نحب كان تحسين مسكن والله ما نحب هاي تعرف ما نحبش هاي نقول لها يا حلام نحب الدق ان شاء الله يلبيوا لك طلبيتك ويحسنوا لك المسكن نتاعك. باهي مش لازم حلوا اسمك حاجه اخرى فهمتي معناها هذاك هو واحد ان شاء الله هو باش يسمعوك ان شاء الله يلبيوا لك طلبات. لا انتم توصلوا لي اكيد باش نوصل لك صوتك فهمتي وعندي 4 سنين اغزل توا قد ايه 4 سنين واحنا في المعد تعرف امي ما بحد اختي ريت توا كي تتعبى الدار انا ولي سقاي مع صحاب لابسه بوط لهنا يدخل داخل هاي البيوت الكل تتعبى مين مش الصدارة شكون كبير هذا احنا الدار الكل تتعبى وتعرف يبدا الماء تقول تعرف تقول حليت سباله. اي شنو هي الحل نتاعو؟ انا قلت لك شنو الحل؟ قال يلزم البير قبل ما تردموه يلزمها تتبنى الدار باش البير تردموه خاطر ما تنجمش سينو باش تعملوا البير باش ما هو البير كي باش تسدوا. والمشكله هذه تجي في الشتاء. اي في الصيف لا ما معروف البير كي تبدا الشتاء وحشيكوا حتى من الزقويت راه هو مناش البير ولا كي تصب المطر. كي تصب المطر. لو احنا شيء اخر. اما تبدا هكا لا. والله برا تلك الحوايج الفوق والدنيا كلها الفوق. اوكي. كتافها تهدت امي تعرف قد عمرهم 83 سنه، احنا الحق الاصل نتاعنا سحليه، ماناش اما شنو امي كتافها تهدت، تقول لي بنتي راني معاك، هاني نجري هاني. توا كي خرجت من صاحبتي قلت لك لقيت هكايا توا نكلمهم يوصلوا شي صوتي. ان شاء الله. نجم تقول يوصلوا صوتي ونجم يقدوا نجموا لا مانيش عارف. انا باش نعمل عليا ونوصلك صوتك. عايشك بارك الله فيك.